هنروح للبريمير ليج، وحضراتكم عارفين انطلقت البريمير ليج، ويمكن دي الجولة الثانية اللي هنتابعها مع حضراتكم النهاردة. لكن لم يشارك في الجولة الأولى لاعب كبير على مستوى توتنهام، على مستوى الدوري الإنجليزي، وهو هاري كين. تقارير إنجليزية النهاردة قالت أن نادي مانشستر سيتي بيستعد لطبعا صفقة المهاجم الدولي المتألق هاري كين هذا الأسبوع قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، يمكن 31 من هذا الشهر الجاري. وفقا للتقارير أن نادي مانشستر سيتي قدم عرض مغري في الأسابيع الأخيرة بقيمة 100 مليون يورو للحصول على توقيع طبعا هاري كين، لكن تم رفض هذا العرض من قبل توتنهام. قالت الصحف أن مسؤولي مانشستر سيتي هيقدموا عرض خرافي جديد الأسبوع ده، وأن ليفي طبعا رئيس توتنهام كان بيشترط طبعا أن عملية الانتقال لهاري كين لا تقل عن 160 إلى 150، أو من 150 مليون إلى 160 مليون جنيه استرليني لبيع اللاعب. حضراتكم كمان عارفين أن هاري كين شارك لأول مرة مع فريق توتنهام الأسبوع ده في مباراة وولفهامبتون، وكان طبعا غاب عن المباراة الأولى أمام المان سيتي. لكن زي ما بقول لحضراتكم، يعني في الغالب هاري كين ومتابعي ومحبي توتنهام، أعتقد خلال الأسابيع اللي جاية هيكون هاري كين متواجد في المان سيتي بمبلغ خرافي يقرب من 130 ل 140 مليون يورو.